أهلا وسهلا يا شباب الطيبين. الآن نتكلم عن الحدائق الموجودة عند سهول يتين عشان الأطفال الحبايب الصغيرين يجوا يستمتعوا بالأجواء الجميلة. أما صدقوني الأجواء الجميلة هذه مرات ما تجذبهم كثير، هما يريدوا لعب، يريدوا استمتاع باللعب. فهنا الأمثلة الموجودة، وطبعا الأسعار في متناول الجميع. هذا مثال، هنا في سهول بيتين هذا مثال، ونكمل. طبعا في نفس ألعاب مجانية مثل هذه اللي نشوفها تو هنا، هذه مجانية حق كل الناس، ما لازم تدفع. حتى إذا دفعت هناك في الأماكن اللي فيها الدفع الرسوم تكون رسوم رمزية، رسوم تكون رمزية. هنا عاد تبدأ وش هنا تبدأ الحدائق يا شباب. هذه حدائق يعني الدخول مجاني، والمكان فسيح حل جميع، مواقف موجودة حل جميع، يعني حل تمشية، حل جلوس، حل لعب الأطفال مثل ما أنتم شايفين. مكان الجلوس حل غدا، حل تجمع الأسري. وعادة هذه الحدائق الكبيرة مثل هذه تكون قريبة من الدورات المياه مستمرة، ترى هذه الحدائق يعني متصلة تقريبا، ممكن 2 كيلو حدائق، 2 كيلو حدائق ما شاء الله. بكل سياكل يعني ما شاء الله. هذه كلها في سهول يتين على جانبين شارع يتين، ترى شارع يتين هو الشارع اللي يوديك جبل يتين، على جانبي هذا الشارع في هذه الحدائق والمتنوعة طبعا الجديدة. هذه الحدائق على جانبي الطريق، طريق او شارع يتين. خدمات مثل ما انتم شايفين، مكان فاضي ما شاء الله، يعني مكان موجود ومتوفر للجميع، للزوار، للسياح، لاهل البلد، لاهل المنطقة. الحمد لله رب العالمين. اهلا وسهلا، معكم المهندس سالم البرواني.